أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم حجم المنشور لمادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي. فهيا نتعلم إيجاد حجم منشور رباعي. في البداية دعونا نشاهد هذا التمهيد البسيط. لاحظوا معي هذا المنشور الرباعي. سأقوم بملء هذا المنشور بالمكعبات، ولكنه ساعدني وأعطاني بالأسفل هنا مكعبات. فما هي عدد هذه المكعبات؟ نلاحظ 1 2 3، وهنا 1 2 3. إذن هي عبارة عن 3 في 3 وتساوي 9 وحدات مكعبة. إذن لدي هنا 9 مكعبات بالأسفل، 9 مكعبات، وسأقوم بملء هذا المنشور بالمكعبات. هنا 9، إذن سأقوم أيضا بإضافة 9 مكعبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هل امتلأ المنشور؟ لم يمتلئ. إذن سأقوم أيضا بإضافة 9 مكعبات أخرى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الآن المنشور امتلأ. هنا 9 مكعبات، وهنا 9 مكعبات، وهنا 9 مكعبات. كم لدي مكعب في هذا المنشور؟ أبطال، 27 مكعبا. إذن لدي هنا 27 وحدة مكعبة. ماذا ألاحظ؟ زميلكم يقول ألاحظ أن لدي هنا في الواجهة 3 مكعبات، 1 2 3، وفي الجنب هنا 3، 1 2 3، وثلاث مكعبات متراصة بعضها فوق البعض. جرب الآن، أضرب 3 في 3 في 3، 3 في 3 ب9، 9 في 3 ب27. ماذا تسمى هذه العملية؟ هذا ما سنعرفه الآن بإذن الله. فتابعوا معي، حجم المنشور، هذا يسمى الحجم. عندما تضرب الطول في العرض في الارتفاع يسمى حجم. إذا حجم المنشور الرباعي يساوي الطول مضروبا في العرض مضروبا في الارتفاع. إذا بالرموز، حاء اللي هو حجم يساوي لام طول ضرب ضاء اللي هو العرض ضرب عين اللي هو الارتفاع. فلاحظوا معي، الطول في العرض في الارتفاع. دعونا ناخذ أمثلة توضيحية لذلك. أوجد حجم المنشور المجاور، أعطاني مكعبات، وحجم المنشور هو عبارة عن الطول في العرض في الارتفاع. إذا الحجم يساوي الطول 1 2 3 4 5 6، 6 هذا الطول 6، ضرب العرض 4 ضرب الارتفاع 3. إذا أخذت الطول في العرض في الارتفاع، وهذا يساوي 72 متر مكعب. لاحظ معي، قلت مكعب، وأخذنا قبل قليل في التمهيد كم عدد المكعبات. إذا الوحدة هي مكعبة. إذا الحجم يقاس بوحدة المكعب. ننتقل لسؤال آخر، أوجد حجم المنشور المجاور. لاحظ معي في حجم المنشور، 11 سنتيمتر، 11 سنتيمتر، وارتفاع 11 سنتيمتر. إذا حجم المنشور يساوي الطول في العرض في الارتفاع. فالطول لدي هنا 11، إذا 11 ضرب العرض أيضا 11 ضرب الارتفاع 11. إذا الحجم يساوي 11 ضرب 11 ضرب 11، 1331 سنتيمتر مكعب. ننتقل لسؤال آخر، أوجد حجم المنشور التالي. من يساعدني في الحل؟ يلا يا أبطال، ممتازين. زميلكم يقول نكتب القانون، فالحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. من يعطيني الطول كم؟ الطول 26، صحيح، والعرض 12 والارتفاع 3. إذا الحجم يساوي 26 في 12 في 3. إذا الحجم يساوي 936 سنتيمتر مكعب. إذا لو تلاحظ معي، كلها عملية ضرب. فلو أحد الطلاب قال 3 ضرب 12 ضرب 26، هل سيختلف الناتج؟ لا، صحيح، ممتازين. لماذا؟ لأن الضرب عملية إبدالية. فلو أحد الطلاب قام بضرب 3 في 12 في 26، أقول خطأ؟ لا، صح. لو عندما يضرب 12 في 3 في 26، صحيح، كلها عملية ضرب، فلن يختلف الناتج. ولكن هنا استخدمنا الترتيب لأن استخدمنا القانون.
سؤال آخر، أوجد حجم المنشور الذي طوله 8 متر وعرضه 2 متر وارتفاعه 10 متر. في هذا السؤال لم يعطيني رسم، وإنما أعطاني سؤال فيه الطول وفيه العرض وفيه الارتفاع. ماذا أفعل؟ إن قمت برسم توضيحي بسيط لا يوجد مشكلة، وإن قمت بالتعويض في القانون مباشرة أيضا صحيح. فمن يعطيني قانون حجم المنشور؟ ممتازين، الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. الطول كم؟ 8 ضرب العرض 2 الارتفاع 10، إذن 8 في 2 في 10، والحجم يساوي 160 متر مكعب، لأن الوحدة متر، إذن هي متر مكعب. سؤال آخر، أوجد حجم صندوق أبعاده 10 سنتيمتر و7 سنتيمتر و5 سنتيمتر. إذن هو يتكلم عن الحجم، وقانون الحجم هو الطول في العرض في الارتفاع. طيب الآن ما هو الطول؟ هو 10 سنتيمتر، والعرض هو 7 سنتيمتر، والارتفاع هو 5 سنتيمتر. لو أحد الطلاب قام بعكسها فكتب 5 ضرب 10 ضرب 7، خطأ؟ لا، صحيح، لأن كلها ضرب، والضرب عملية إبدالية. إذا الحجم يساوي 350 سنتيمتر مكعب. دعونا الآن ننتقل لتدريب آخر، أي الصندوقين التاليين حجمه أكبر؟ فسر إجابتك. الآن هو طلب مني أي الصندوقين، هذا الصندوق أم هذا اللي حجمه أكبر؟ ما زال يطلب مني الحجم، فما هو العمل؟ يلا يا أبطال ساعدوني في الحل. ممتازين، نأتي بحجم هذا الصندوق ثم نأتي بحجم هذا الصندوق ونقارن بينهما. نبدأ بالصندوق الأول. الصندوق الأول الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع، فالطول لديهنا 15 في العرض 13 في الارتفاع 14، إذا الحجم يساوي 15 في 13 في 14، وحجمه يساوي 2730 سنتيمتر مكعب. هذا الصندوق الأول. الصندوق الثاني هو عبارة أيضا عن الطول في العرض في الارتفاع، فطوله 14 وعرضه 14 وارتفاعه 14، إذا الحجم يساوي 14 ضرب 14 ضرب 14، إذا نستطيع أن نقول الحجم يساوي 2744 سنتيمتر مكعب. أيهما حجمه أكبر؟ الآن أقارن بين الحجمين، لدي هنا 2730 سنتيمتر مكعب وهنا 2744 سنتيمتر مكعب، أيهما أكبر؟ أبطال، الصندوق الثاني هو أكبر. إذا نلاحظ أن حجم الصندوق الثاني هو الأكبر. أي العبارات التالية صحيحة؟ حجم المنشور التالي يساوي فقرة ألف 90 سنتيمتر مكعب، فقرة باء 16 سنتيمتر مكعب. لدي هنا منشور وطلب مني الحجم، ونحن نعلم أن قانون الحجم هو أبطال الطول في العرض في الارتفاع، فالطول عندي 9 في العرض 5 في الارتفاع 2، 9 في 5 في 2، وهذا يساوي 90 سنتيمتر مكعب. إذا الاختيار الصحيح هو فقرة ألف. ممتازين، بارك الله فيكم. بعدما استعرضنا الأمثلة والتدريبات وكذلك أسئلة التقويم على حجم المنشور، دعونا نلخص درس اليوم. تعلمنا اليوم إيجاد حجم منشور رباعي. فحجم المنشور هو الطول في العرض في الارتفاع، هذا الطول في العرض في الارتفاع، الطول 5 والعرض 3 والارتفاع 4، فهذا يساوي 5 في 3 في 4 وهو يساوي 60 سنتيمتر مكعب. إلى هنا وصلنا نهاية درسنا لهذا اليوم. أسأل الله القدير لكم التوفيق والسداد، في أمان.